فكرت ازاي في اول تمرينه ليك في القاهره مع النادي الاهلي؟ اول تمرينه، انا عايز اعرف الانطباع الاول للجهاز الفني بالكامل ولديفيد سيزا تحديدا في اول تمرينه ليه مع اللاعبين. احنا كنا عارفين اللاعبين من الاول، يمكن اللعيبه الناشئين والشباب ما كناش عارفينهم كويس، بس اللعيبه الثانيه معروفين ومشهورين، احنا درسناهم، دخلنا على النت وعرفنا اللعيبه بتاعت الفريق مين، وكان عندنا فكره عنهم قبل ما نيجي المره. احنا بصراحه يعني برضه اتفاجئنا هنا بالمنافسه الكبيره، هنا المنافسه الكبيره بين الاهلي والزمالك، طبعا بتخلق نوع من الضغوط على اللاعبين وعلى افراد الجهاز، ولازم نقبل الضغوط دي. لكن الشعب المصري شعب عاطفي وبيدي كتير للجهاز الفني وللعيبه بتاعت الانديه، بس في نفس الوقت بينتظر منهم الكثير. طبعا انطباعك الاول بقى بعد التمرينه، يعني انت اتفرجت على التمرينه، انطباعك الاول كان ايه؟ اول انطباع جالي بصراحه بعد التمرين كنا مبسوطين ومتفاجئين في نفس الوقت. حسينا في مستوى فني عالي جدا لاعبين. بنقارن لعيبتنا لعيبه النادي الاهلي دلوقتي بلعيبه اندرلخت اللي هم وصلوا لدور متقدم في بطوله اوروبا وخرجوا قدام مانشستر يونايتد بصعوبه، بنلاقي يعني المفروض اندرلخت الفتره دي كان مستواهم قوي. انا شايف هنا الفرق، بس لو عملنا مقارنه، عقدنا مقارنه بين الفرق في اوروبا وفي بلجيكا واندرلخت وفرق زي الاهلي والدوري المصري، هنا منافسه اقل شويه عن بره. هنا في فرقتين كبار بس أقوية بدنيا فنيا، والبقيه الفرق بعيد شويه في المستوى، بس احنا ما شفنا ده قلنا الفرقه دي هنعرف نشتغل معاها كويس ونعرف ودي قماشه كويسه ممكن نحقق منها حاجه. طيب اداره الاهلي برضو، قبل بقى بسيب الموضوع ده ونتكلم شويه في امور اخرى، اداره الاهلي كيف من وجهه نظرك، كيف رايت تعامل اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني سواء في التفاوض او ما بعد التفاوض؟ بصراحة أنا يعني ممكن أقول لك إن إحنا مبسوطين جدا بوجود النادي الأهلي، وإحنا كنا سعداء من أول بداية التفاوض بالتعامل مع إدارة النادي الأهلي، وإحنا بتاعي تعاقدنا مع النادي عشان كده، عشان إحنا عارفين إن الإدارة محترمة وبتحترم الأجهزة بتشتغل معاهم، كان عندنا فكرة عن ده قبل ما نيجي، حاجة زي كده تساعدنا طبعا. طيب في تفاهم كبير وواضح ما بين أعضاء الجهاز الفني سواء فايلر، حضرتك، ميشيل، يانكون، توماس، بنكل، سامي، شعيب، كابتن سيد عبد الحفيظ، تفاهم واضح جدا، ولكن دايما بنسمع أن هناك خلافات ما بين أعضاء الجهاز الفني ومثلا كابتن سيد عبد الحفيظ، إيه رأيك في هذا الموضوع؟ بصراحه مفيش خالص، عشان المفروض نقول حاجه واحده، المفروض اقول حاجه واحده، احنا اول يوم وصلنا هنا وتعرفنا على افراد الجهاز وتعرفنا على سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان، حسينا بروح تعاون، وفي نقطه نعتقدها فيها كلنا ان احنا نحقق انجازات للنادي، وحسينا احنا كلنا ماشيين في نفس الاتجاه بالظبط، كانها في عيله كبيره، افراد الاسره في العيله، افراد العيله الواحده بنلاقي في بينهم اختلافات، لكن الكل بيتفق على حاجه واحده هي حب العيله. مع سيد عبد الحفيظ بصراحه بيوفر لنا كل اللي احنا عايزينه، بيحط كل تحت تصرفنا عشان نحقق افضل نتائج للنادي. وسامي قمصان شخصيه مهمه جدا في الجهاز، هو لعيب سابق للنادي الاهلي ولعيب دولي سابق، وعارف كره القدم وعارف اللعيبه المصريين وازاي يتعامل معاهم، ومهم جدا يكون معانا واحد زيه في الجهاز الفني. طيب